صلحت الساء مبادرة شبابية تطوعية الهدف منها إصلاح ومعالجة الحفريات والتكسرات التي تعاني منها مدينة الموصل. أول مرة أنه تعاون كبير بين الفرق التطوعية وكذلك دائرة الحكومية. الحملة شملت 5 مناطق في جانب الأيسر، وإن شاء الله الأيام المقبلة سوف ترشد في جانب الأيمن أيضا، لأن حاليا الجسور لا يتحمل الحمل الكبير. الحملة الشبابية هذه تعمل في الليل فقط لاستغلال أوقات فراغ المتطوعين، وستستمر بمعالجة التكسرات قدر المستطاع. ابتدأت في جانب الموصل الأيسر، وحال الانتهاء ستنتقل إلى الجانب الأيمن لاستقطاب متطوعين أكثر وإيصال رسالتهم بضرورة التكاتف والتثقيف وعدم الانتظار، كما يقول هذا المهندس المتطوع. بلدية الموصل والكوادر واللجان التنسيقية التطوعية لمعالجة الطسات الحفريات الموجودة في مدينة الموصل، الغاية هي معالجة قدر المستطاع الطسات والحفريات الموجودة في الموصل مع تثقيف الأهالي ولملمة الجراح ودمج القطاعات الخدمية والقطاعات التطوعية. بلدية الموصل دائرة الخدمية المستفيدة التي تواجه نقصا في معداتها وآلياتها، وصفت الخطوة بالجيدة لما لها من أثر كبير في إعطاء حافز لكوادرها العاملة في ساعات الليل بمشاركة متطوعين معهم لإصلاح ومواجهة تركة الحرب وآثارها الثقيلة. الحملات ستستمر لتغطية المدينة، هناك حملات ستبدأ في الساحل الأيمن يعني مؤجلة قليلا بسبب الجسور. نشكر كافة المتطوعين، نشكر كافة المشاركين والمساهمين والداعمين. المواد المستخدمة في الحملة هذه تتكون من مادتي الأسفلت المقدم من الحكومة والكونكريت المقدم من متبرعين وقطاعات خاصة أخرى. ويقول هؤلاء الشبان أن عملهم هذا يأتي لترسيخ جهود الاستقرار وإعادة الحياة إلى مدينة تحاول النهوض من جراح الحرب وأنينها. من الموصل هيثم أحمد، الحرة.